حياكم الله من جديد. سيطرت ثوار القنيطرة على كامل الشريط الحدودي مع الجولان المحتل بعد أن قاموا في الساعات الأخيرة بتحرير مدينتي الحميدية والرواضي، ولم يبقى على الشريط الحدودي كما يقول ناشطون سوى بلدة حضر المؤيدة التي تعد مركزا للشبيحة. وبتحرير المدينتين يتجه الثوار إلى تحرير مدينة البعث وخان أرنبة، إضافة إلى نقاط أخرى للنظام. نتابع. كانت قوات الأسد بالأمس هنا ولمدة بلغت نحو 40 عاما منذ توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974. اليوم يتجول الثوار هنا بموازاة الشريط الحدودي مع الجولان المحتل بعد أن استكملوا السيطرة على جميع مواقع النظام عليه، كان آخرها في الساعات الأخيرة مدينتي الرواضي والحميدية، والتي يطمحون بعدها لاستكمال باقي نقاط النظام في المحافظة وليست العاصمة دمشق ببعيدة عن هدفهم الأكبر. تحرير الحميدية جعل من مدينة البعث التي ما زالت تحت سيطرة النظام منطقة محاصرة من الجهة الغربية، وإذا ما تمكن الثوار من تحريرها فإن ذلك سيفتح الطريق أمامهم لتحرير مدينة خان أرنبة. وفضلا عن المدينتين أي البعث وخان أرنبة، ما زالت بعض المواقع تحت سيطرة النظام، منها جبات الخشب وطرنجة وأوفانيا وكوم الويسية مقر اللواء 90، إضافة لبلدة حضر المؤيدة للنظام وهي النقطة الأخيرة للنظام على الشريط الحدودي، والتي تعتبر كما يقول ناشطو المنطقة خزانا للشبيحة في المنطقة. وسقوط هذه المناطق جميعها يجعل من المحافظة ككل ثاني محافظة بعد الرقة يتم تحريرها بشكل كامل من نظام الأسد. ويرجع مراقبون تقهقر قوات النظام أمام ضربات الثوار لعدم استعانته أي النظام بمرتزقته الشيعة من الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين، والذين استعان بهم على جبهات عديدة وكانوا حقيقة هم المنقذ لقوات الأسد. ربما غيابهم عن معركة القنيطرة يعود لخط أحمر ضمني من قبل إسرائيل تمنع من خلاله وجود هذه الميليشيات في المنطقة، فضلا عن أن النظام لا يستطيع قصف المنطقة على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل بموجب اتفاقية فك الاشتباك. أناقش هذا الملف مع ضيوف سيادة العميد طيار أسد الزعبي المحلل العسكري والاستراتيجي، ضيفي من عمان. مساء الخير سيادة العميد، وكذلك أحمد أبو شاب الناطق باسم جيش الأبابيل من القنيطرة. أهلا بك سيد الكريم. أستاذ أحمد، أبدأ معك، آخر التطورات العسكرية في القنيطرة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والحرية لما تقلينا. نعم أخي الكريم، منذ أن انطلقت معركة المغيرات الصبحة في الرابع من شهر أيلول من هذا العام، لله الحمد فتوحات عظيمة تمت على مدى الأيام السابقة. فعلى سبيل المثال يوم أمس تم تحرير بلدتي الرواضي والحميدية، وتعتبر لهاتين البلدتين أهمية استراتيجية. فبلدة الحميدية هي على مشارف مدينة البعث ومدينة خان أرنبة، كما فتحت لنا الطريق إلى مدينة جباتة، والتقينا يوم أمس بإخواننا الثوار المقاتلين داخل هذه المدينة التي عانت الحصار منذ أكثر من عام. هذه أهم الإنجازات التي حدثت يوم أمس. الآن قواتنا على خط الاشتباك والجبهة الأمامية لنا هي مدينة البعث. نعم اليوم المنطقة شهدت تصعيد كثير من طيب، سأبقى عند هذه النقطة، سأذهب إلى سيادة العميد. سيادة العميد، قبل أن تعطيني قراءة عسكرية لما يحدث، هناك من يتساءل، طيب هذه المنطقة، هذه الأرض على وجه الخصوص، هل هي محرمة على الميليشيات الشيعية التي تحالف وتساند بشار الأسد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. مساء النور. من قال أنه لا يوجد هناك ميليشيات شيعية موجودة في تلك المناطق؟ الواقع أن الميليشيات الشيعية تم رصد وجودهم في شيخ مسكين وأزرع وكذلك في الحارة، وهم موجودون في مركز الرصد الإلكتروني الموجود في الحارة منذ حوالي أكثر من 10 سنوات. يعني الحقيقة لا يمكن القول بأن الميليشيات الشيعية ممنوعة. الشريط الحدودي سيادة العميد، الحديث عن الشريط الحدودي، بالشريط الحدودي لا يوجد ميليشيات شيعية. هذا كان يعني من ضمن اتفاقيات ما بين النظام وإسرائيل، ولكن
في الفترة الأخيرة مع ما يعني لا يوجد محرمات ما بين النظام وإسرائيل، طالما أن الطيران السوري وصل إلى بريغا وبير عجم والقحطانية والقنيطرة، هذا لا يعني أن هذا يعني بالتأكيد أن ربما هناك ليس اتفاق واحد، ربما اتفاقات عديدة سمحت للدبابات السورية بالوصول الدخول إلى منطقة التحريم، منطقة رقم أليف، وكذلك الطيران السوري والذي ممنوع عليه تماما أن يغادر الخط قطنة الحارة باتجاه الغرب. وربما ورغم ذلك اليوم رأينا 3 أو 4 غارات باتجاه هذه المنطقة، فكيف يمكن القول الآن أن الميليشيات الشيعية محرم عليها؟ النظام معروف تماما بخداعه وفجوره، كان يدخل العديد من عناصره يعني بلباس الشرطة، وبالتالي هذا لا يعني أنه لا يستطيع إدخال عناصر شيعية من مرتزقة إيران أو مرتزقة العراق باتجاه أي منطقة يريد. هذه الحقيقة يعني صفات النظام الفاجر الغادر يعني. طيب أعود إلى الأستاذ أحمد أبو شاب، وصلنا عند مدينة البعث، الآن هناك استراتيجية معينة ستقوم بها الثوار في هذه المناطق، ما كم عدد المدن والقرى التي تحت سيطرة النظام؟ نعم أخي الكريم، بالنسبة للقرى التي ما تزال إلى يوم من هذا محتلة من قبل القوات اللاذقة الغاشمة هي كالتالي: لدينا مدينة البعث، لدينا مدينة خان أرنبة، نعم أخي الكريم، لدينا بلدة كوم الويسية، نعم أجزاء من بلدة جبة أيضا، نعم، وبلدة حضر التي تعتبر هي مقر عمليات التشبيح في المنطقة بالكامل، والتي ينبثق منها شبيحة الأسد الذين يتوزعون على المدن وقرى بلدات القنيطرة التي ذكرناها. نعم طيب. إذن تقريبا 4 أو 5 بلدات هي ما تبقى، بالإضافة للواء 90 في مدينة في بلدة كوم الويسية. هذه طيب. آخر معارض النظام بإذن الله في القنيطرة. طيب سيادة العميد، إذن 4 أو 5 بلدات لا أكثر من ذلك ولا أقل هي فقط التي تسيطر عليها نظام عند هذا الشروط، برأيك هل ما الذي جعل الثوار يقومون بهذه العملية الاستراتيجية؟ هناك من يقول بأنه يوجد غرفة عمليات واحدة، قيادة واحدة، هل هذا صحيح؟ سيدي الكريم، الواقع يجب أن نقول أن الجبهة الجنوبية تم إعدادها منذ حوالي 4 شهور، وبالتالي الآن يعني بدأنا نلمس تماما نتائج يعني جيدة وجديرة بالاهتمام. الحقيقة أننا لاحظنا خلال فترات منذ 2 شهر إلى الآن تنظيم وتخطيط للأعمال القتالية بشكل ممنهج، رأينا تنفيذ وتأمين وقيادة أيضا بشكل دقيق. الثوار والحمد لله في المناطق بكل مناطق الجبهة الجنوبية من القلمون إلى جوبر إلى القنيطرة ودرعا ينفذون، كان هناك هجوم على أهداف نقطية قبل شهر، بدأ الهجوم على أهداف محورية يعني بمعنى كالأرتال مثلا، الآن بالقنيطرة خلال الأسبوع الماضي تم الهجوم على 3 محاور بآن واحد، هذا يدل على شيء، يدل على هناك أساليب تكتيكية جديدة ترقى إلى مستوى استراتيجي بدأ الثوار ينتهجونها، وهذا يدل دلالة أكيد على التطور الفكر العسكري لهؤلاء الأبطال الحقيقة بكل المنطقة الجنوبية من القلمون والذين أحرزوا نصرا كبيرا إلى منطقة جوبر المحاصرة التي تتعرض إلى العديد من طلعات طيران وإلى الغازات الكيميائية في كل يوم، استطاعت أن تخرج من تحت الأرض في منطقة الدخانية وكشكول والدويلعة، ثم أيضا ثوار القنيطرة ودرعا الذين استطاعوا خلال زمن قياسي الحقيقة تعجز كل جيوش العالم على أن تكون سرعة التقدم تبعها في مناطق وعرة كمناطق القنيطرة أكثر من 500 متر في الساعة. طيب. استطاعوا خلال يوم التقدم أكثر من 7 كيلومتر، وهذا يدل على شيء حقيقة يدل على تطور كبير في الاستراتيجية وفي العمل العسكري وفي الأساليب التكتيكية التي نعم. يستخدمها هؤلاء الأبطال. يعني وهذا بالذات ما أود السؤال عنه سيادة العميد، يعني هذه الاستراتيجية وهذا الفكر العسكري تحدث بأنه تم إعدادهم قبل أشهر، أين تم إعدادهم ومن هم الذين تم إعدادهم؟ الإعداد أخي الكريم ليس بالضرورة أن يكون خارج سوريا، الإعداد تم في سوريا، إعداد الجبهة الجنوبية، إعدادها اجتماعيا، إعدادها عسكريا، إعدادها إيديولوجيا، والحقيقة يعني الجبهة السورية الجبهة الجنوبية تتميز باختلافها عن كل الجبهات من حيث التنسيق بين الفصائل والتعاون والتلاحم والاندماج وبالتالي تحقيق مركزية القيادة، يعني عندما نشاهد هناك غرفة عمليات واحدة تستطيع أن تسيطر على كل القطاعات هذا يعني أن هناك مبدأ مركزية القيادة محقق، هذا لا يتحقق حتى في أرقى الجيوش، تحققه في منطقة الجولان أو في منطقة جوبر يعني بالتأكيد أن هناك يعني حقيقة
فكر عسكري بدأ ينضج وبدأ يصل إلى مراحل إذا مستوى استراتيجي. هذا من جهة أخرى، وأستدل على ذلك الحقيقة عندما يقوم النظام بإعطاء أوامر الانسحاب الكيفي لعناصره من غرب تل الحارة. هذا لم يحصل إلا في عام 1967 عندما هرب الجيش السوري من الجولان وسلمت إلى إسرائيل. الآن أيضا النظام يعني قام بنفس العملية. هذا يدل على شيء، يدل على يعني شعوره باليأس، وبالتالي يعني اعترافه تماما بالخسارة، واعترافه بفشله، واعترافه بضعفه. يعني بالمناسبة عندما يعني يستطيع الثوار إحاطة تل الحارة من الجهة الشمالية والوصول إلى منطقة كفر ناسج، وبالتالي استطاعتهم قطع الطريق القديمة بين درعا ودمشق. هذا لا يدل على شيء حقيقي، يدل على فكر عسكري كبير واسع ودقيق. ويعني طيب هناك طيب لماذا نذهب إلى رواية النظام في المنطقة في الجبال الجنوبية؟ طيب لماذا نذهب إلى رواية النظام ليتحدث عن انسحاب تكتيكي؟ هذه عادة النظام أخي الكريم. يعني رأينا تماما أن خسارة عام 1967 حولت إلى نصر استراتيجي، والقنيطرة ما زالت تصرخ. يعني حرب 73 عندما دخل الإسرائيليين أكثر من إلى طرف دمشق اعتبر نصر استراتيجي. هذه حالة النظام يستطيع أن دائما يعني دائما هذا النظام يعني القادر على الفبركة الإعلامية والتضخيم الإعلامي، كلما خسر مكان يقول هناك انسحاب تكتيكي، كما حصل في مطار طبقة العسكري الاستراتيجي قال هذا مطار زراعي وبالتالي تم الانسحاب منه تكتيكيا. وأعتقد كل النقاط التي يخسرها من اليوم فصاعدا سوف يقول عليها انسحاب تكتيكي وتطوير تكتيكي وما إلى ذلك من هذا الهراء. نعم يعني هناك رواية أخرى ستقوم هناك رواية أخرى سأقوم بسردها لك، لكن اسمح لي أذهب إلى الأستاذ أحمد أبو شاب. لو تحدثنا ما هي الكتائب التي تشارك في هذه العمليات أو الألوية أيضا؟ فقدنا الاتصال. على كل شكرا لأحمد أبو شام الناطق باسم جيش الأبابيل من قيطرة. سيادة العميد، هناك من يقول يعني الآن النظام بيقول أنه هناك لا يستبعد، طبعا دائما هو يتهم أنه هناك تحالف بين الثوار وبين الحدود مع إسرائيل، بأنه انظروا الذين يطلقون على أنفسهم ثوار ماذا يقومون بعمله أو بفعله، وأنهم قاموا بتحرير هذه المناطق بمساندة إسرائيل. أخي الكريم، يعني يجب أن نعترف أننا يعني أن الثوار الحقيقة عانوا كثيرا من وجود عناصر الأمم المتحدة الذين ساعدوا بشكل كبير، وأقولها لأول مرة وأنا آسف من هذا الكلام، الذين ساعدوا بشكل كبير قوات العصابة الأسدية في عمليات المحافظة على مواقعهم والتغطية على بعض العناصر والسماح لعناصر النظام بالدخول إلى مواقعهم وإطلاق النار على الثوار من خلال مواقعهم. هذا من جهة. من جهة أخرى يجب القول أيضا أن هناك يعني اتفاق الفصل الذي لا يمكن يعني تغطيته كالمغطي الشمس في غربال. اتفاق الفصل عام 1974 يمنع منعا باتا دخول أي عنصر عسكري إلى المنطقة رقم واحد الموجودة ما بين الخطين الأزرق والأحمر، ورغم ذلك هناك كان عشرات بل آلاف الجنود السوريين الموجودين هناك. يمنع منعا باتا على دخول الدبابات كانت تدخل خلال الفترة منذ 3 أيام، كانت دبابات النظام بالحميدية. لماذا تدخل الحميدية وهي منطقة محرمة على الدبابات؟ لماذا الطيران السوري الذي ممنوع من مغادرة الخط قطن الحارة باتجاه الغرب لماذا يدخل اليوم وينفذ غارات باتجاه بريغا واتجاه القحطانية؟ أعتقد القحطانية بريغا تبعد عن الخط الإسرائيلي 100 متر فقط، 100 متر. كيف يسمح للطيران السوري أن يتجاوز هذه المنطقة ويصل يقوم بقصف؟ من هو إذن المتآمر مع إسرائيل؟ لقد أعلناه صراحة منذ حوالي أكثر من عام، العميد زويل أسد قائد اللواء 90 سابقا دخل إلى إسرائيل 3 مرات، وتم الاتفاق على السماح للطيران الكازيل أولا ثم طائرات مروحية، بعد ذلك سمح للمقاتلات القاذفة التي تزيد سرعتها عن 1000 كيلومتر بالساعة سمح لها أن تدخل هذه المنطقة المحرمة. من هو المتفق مع إسرائيل؟ من هو المتفق مع إسرائيل عندما يدخل الطيران الإسرائيلي أو المدفعية الإسرائيلية تدمر كل مخازن السلاح في القنيطرة أو في الجولان قبل أن يصل إلى الثوار؟ من متعامل إسرائيل عندما تدخل طيران إسرائيلي إلى آخر أعماق سوريا؟ الآن وليد معلم يقول نحن لن نسمح للطيران الأمريكي، كيف سمح للطيران الإسرائيلي؟ الحقيقة يعني هناك لا أريد أن يعني الوقت لا يسمح، ولو كنا سردنا بل ملايين الإثباتات والدلائل التي تشير إلى أن هذه العصابة الموجودة في دمشق هي جزء أساسي، بل يمكن هي ربما هم أبناء لهؤلاء اليهود الموجودين الإسرائيليين الموجودين في 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 فلسطين المحتلة. نعم يعني فقط هذا سؤال كان أودت توضيح منك فيه. شكرا لك سيادة العميد أسعد الزعبي المحلل العسكري والاستراتيجي ضيفي من عمان، وشكرا وصولي أحمد أبو شام الناطق باسم جيش الأبابيل كان ضيفي عبر الهاتف من القنيطرة. ألقاكم يوم الغد، فإلى ذلك دمتم بخير، السلام عليكم.